السلام عليكم. الصوت اللي بره ده بقى ده مستقبلكم. كمان شويه لما تتخرجوا وتشتغلوا ويعدي عليكم يوم من غير ما يجيلكم كشف او يبقى عندكم مزرعه او تنزل تشوف حيوان، هتبقى انت زعلان نفسيا ان انت النهارده ما قدرتش تجيبوه بتاعك. كويس، الحيوانات دي بتحس بيك اكتر من اي حد تاني، يعني هتعرف ان انت عليك هتحس بيها وهي عيانه وهتحس بيها وهي سليمه، ان دي كائن بشري زينا بالظبط. كائن بشري؟ اه كائن بشري. ليه؟ عشان هي بتحس بتعيا وبتموت، وفي نفس الوقت احنا كطب بشري كعود الانتاج بنشكل ربع اقتصاد الدوله. ربع اقتصاد الدوله، البقره النهارده ثمنها كام؟ البقره النهارده ثمنها كام؟ عارفين البقره البلدي خالص ثمنها ما يقلش عن 50 ل 70 ألف جنيه. طيب لو جبناها بقى مستورده بالسيرتيفيكت بتدخل في 100 ل 120 ألف جنيه عشان اخد منها انتاج لبن عالي واخد منها اوفيس فريندز عالي، وبالتالي احنا بنشكل ربع اقتصاد الدوله. الكلام اللي بيتقال لازم هتعرف. طيب الماده دي كويس، احنا والبطنه، احنا وماده الامراض البطنه بتشكل عصب الطب الطبي. ليه بقى؟ المادتين دول هم المسؤولين عن تخريج حكيم بشري. دكتور باللغه العربيه يعني ايه؟ حكيم. طب حكيم يعني ايه؟ بيدي كل حاجه بالحكمه، بيتعامل مع الحاجه وهو بيشغل ايه؟ بيشغل دماغه، مش بيشغل اي حاجه ثانيه. كويس كده، يعني ما ينفعش الذكاء الاصطناعي ينفع مع البني ادم، هيقول له بكح وبعرض ومكلتش وحاسس ان انا ريقي ناشف. طب البقره دي هتقول لك ايه؟ صاحبها او المزرعه بيجي يقول لك حاجتين، يا ما بتاكلش يا ما بتحلبش يا ما ولدتش. طب في حاجه تاني، انت الدكتور الصار خلاص، فبالتالي انت لازم تبقى فاهم وعارف وانت واقف قدام الحيوان ايه اللي هتعمله. طيب ايه اللي هتعمله كلينيكالي بالمناظره الكلينيكيه اللي انت بتعملها، التشخيص اللي انت بتعمله، وايه اللي انت هتعمله معمليا، واخد انهي عينه من انهي مرض. ما انا ما اقولش ان انا باخد سامبلنج كده وخلاص، سامبلنج كده وخلاص دي مفتوحه على البحر، ما ينفعش. دكتور شاطر رقم واحد ان اكسترنت بريزرفر، مشاهد قوي جدا بيلاحظ الفروقات الصغيره، وبعدين رقم اثنين انه ايه، يعرف ياخد العينه من انهي مرض. يعني لما حد يجيب له حاجه بكح، كويس كده، في كف، الكف ده لازم يعرف هو ضرار ولا صوت، كويس كده، ميه. طب ايه الفرق بين الضرار والميه؟ الضرار يمد رقبته ويعمل هاكل ويكح، الميه لازم يبلع بعدها، لازم يبلع بعدها، لان هو ما عندوش هانكرشف، ما عندوش ايه منديل عشان يتمخض فيه زي ما بيقول كده باللغه العربيه. طيب وبعدين ايه تاني؟ الكحه دي جت امتى؟ وحصلت في كل الاماكن على مستوى الجمهوريه ولا في المكان بتاعك بس؟ طب انت تدي الفاكسينات الامراض اللي بتسبب الكحه دي، يبقى الكحه دي تقدر تحصرها في حاله الكتل. طب لو بيع معاها موت ولا معهاش؟ طب لو معاها موت قلت 10% في الصغيرين، ده يبقى عندي ايه؟ طب لو معهاش يبقى ايه؟ الدكتور الشاطر هو اللي يقدر يعمل كده. الدكتور الشاطر انه يروح كاتب لستة تحاليل ويقول للمريض ايه؟ روح حلل لي دول وتعالى. ده بيقول للمعمل خد الراجل ده اعمل منه كل حاجه. طب وبعدين هو هيشخص امتى؟ لا، الدكتور الشاطر في الطب البيطري انه بيبقى حاصر حاجته في مرضين لثلاثه، وبايه؟ بيبعت يتاكد عشان الاولاني لو طلع كذا يبقى ده، لو طلع الثاني يبقى كذا، لو طلع الثالث يبقى كذا. لو 10% وفي اسبيراتوري مانيفيستيشن وفي نيرفس مانيفيستيشن وفي اعراض من اعراض الايه الابورشن، يبقى انا هنا عندي اي بي ار في الكتل. طب لو عندي كح ودراي وهاكن، يعني ايه؟ ناشفه مستمره فتره طويله والحصان بيمد فيها دماغه، كويس كده، وابتدت في بني سويف وبعد 10 ايام سمعت عنها في اسوان، يبقى انا عندي اكواين انفلونزا، ما عنديش افريكان هورس سيكنس، ما عنديش اكواين فايرال ارترايتس، ما عنديش جزء من الانسفالوميلايتس، لا انا ما عنديش الكلام ده. طيب حيوان حصان طالع الصبح بيتكعبل في نفسه ومش قادر يقف وراح سند راسه على
الايه العربيه الكارو اللي صاحبه شايلها، او طلع من الاسطبل في مزرعه كبيره وراح سند راسه على السور اللي هم عاملينه له. في الحاله دي اقول ياه دي مجموعه الانسفالومايلايتس، مش مجموعه الانسفالومايلايتس ده كله، لا ده ممكن يكون انت امبارح اديته اكل زياده شويه فحصل له مانداي ديزيز، فتشوف بقى بعدها اليورين بقى هيموجلوبين يوريا ولا لا، كويس كده؟ الا اذا كان في اعراض ثانيه، اذا كان في اعراض فيبر، اذا كان ابتدى الكلام ده يبقى موجود في اكتر من حصان، اذا كنت سيادتك مش ماشي الفاكسين البروجرام اللي موجود على المزرعه بتاعتك ومش مدي حاجات الانسفالومايلايتس اللي هي الويسترن انسفالومايلايتس والايه والايسترن انسفالومايلايتس، فتقول ان انا عندي انسفالومايلايتس في الحاله دي، كويس كده؟ طيب المرض ده موجود جوه مصر ولا موجود بره مصر؟ ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود؟ ايه اللي بيتنقل لنا؟ الابريستس اللي موجوده كلها حوالينا في المنطقه، الحرب بتاع اسرائيل على غزه والاعتداء الصهيوني عليها، قدرنا دخلنا في 4 شهور ونص. ماشي؟ الابريست اللي موجود عندنا في ليبيا، ليبيا لسه ما اهتدتش. في اشتباكات في الزاويه ومصراته وطرابلس الاسبوع اللي فات، طب والسودان بيضربوا بعض. طيب وعندك تشاد والنيجر ومالي، طيب وعندك سوريا، طب وعندك العراق، طب هتأثر ده كله؟ اه هتأثر بيه. الفرق ما بين الدول دلوقتي بيتقاس بايه؟ يعني انا دلوقتي في القاهره عاوز اروح لندن اخد قد ايه؟ بتقيسوا بقد ايه؟ الفرق بيني وبين لندن بيتقاس بايه؟ بيتقاس بايه يا بنات؟ ليه؟ حد يتكلم، حد يعلي صوته، حتى لو جبته غلط بيتقاس بايه؟ بالوقت. تمام، مين اللي قال بالوقت؟ تمام زي الفل، بيتقاس بالوقت. بيتقاس بالوقت ليه؟ فرق بين القاهرة ولندن 6 ساعات في الطيارة. طيب القاهرة ونيويورك 12 ساعة، طب القاهرة وبيجين 16 ساعة، طب القاهرة والإمارات ساعتين، طب القاهرة وجدة ساعة ونص، القاهرة بنغازي ساعة. كويس؟ الساعة دي تعمل إيه؟ تنقل أي حاجة. عارفين فوت أند ماوث ديزيز؟ فوت أند ماوث ديزيز بيتنقل مينلي بالإيه؟ بالهواء. مينلي بالهواء. خلاص كده؟ لكام كيلو؟ ل 150 كيلو. طيب انتوا عارفين ان المسجد الاقصى يعني القدس، كويس كده؟ المسافه ما بينها وما بين حدود مصر في رفح كام كيلو؟ كام كيلو؟ حد عارف؟ 90 كيلو. 90 كيلو فرق ما بين القدس حدود مصر في رفح كام كيلو؟ 90 كيلو. يعني لو بقره راحت في القدس وكان في شويه هواء هتنقل لنا الفوت اند ماوس منين؟ من هناك. فما بالك بقى بالضرب كل ده اللي شغال، هيبقى في عندهم فاكسين البروجرام شغال؟ مفيش اي حاجه، فانت معرض لكل ده. طيب واحنا معرضين ليه؟ لان احنا بنقول عندنا حاجه اسمها احنا اوبن تريتوري، يعني كل الحدود بتاعتنا مفتوحه. مفتوحه ازاي؟ يعني انا عندي منافس معينة موجودة على الحدود المصرية. طيب طول الحدود المصرية مع رفح 114، طب مع السودان 900، طب مع ليبيا 1200، طب طولي على البحر الأبيض المتوسط 1100 كيلو، طب طولي على البحر الأحمر 900 كيلو. الكلام ده انت عاوز تحط مركز للقوات المسلحة كلها قد ايه؟ كل 100 متر مثلا؟ ده مش هيحصل، بيحصل مراقبة بالطيران والكلام ده طول الوقت، لكن طيب الدين هتسيطر عليه؟ طب لو اسد هيتنقل من هنا لهنا هتسيطر عليه؟ طب لو كلب هيتنقل من هنا لهنا هتسيطر عليه؟ طب لو قالوا له بفره؟ قالوا له عارفين اللي قالوا له بفره؟ قالوا له بفره، مش قالوا له بس، لا قالوا له بفره. عارفين قالوا له بفره اللي هي ايه؟ دكتور الارض. حد فيكم بيصطاد سمك؟ في حد بيصطاد سمك؟ الصبيان حد بيصطاد سمك؟ مش معقول بنات هتصطاد سمك. ده بيصطاد سمك، فقالوا له بفره احلى حاجه يصطادوا بيها. دوت الارض دي بقى بيستنوها امتى؟ بعد المطر، بعد الهواء، يروح يفحت كده، بما ان انا صياد قديم كويس كده، نفحت كده وعلى بعد مثلا ايه 20 30 سنتي مش متر كويس كده، تطلع شويه دم. يا سلام بقى لو دوده جامده كده تخينه قد اصبع، يبقى ايه؟ يبقى النهارده في وجبه شهيه وهصطاد سمك كتير كويس كده. فالقالوا البفره دي كويس كده بتنقل ميكروب البروسيلا
ميكروب الايه البروسيلا من مزرعه فيها بروسيلا لمزرعه تانية ما فيهاش بروسيلا على بعد 25 كيلو. على بعد قد ايه؟ على بعد 25 كيلو. تعالى دكتور. عليكم السلام. 25 كيلو ليه؟ بتنزل من المزرعه دي وتعدي فين؟ وتعدي تحت الارض. تفضل ماشيه 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 لغايه ما تطلع فين؟ في المزرعه الثانيه. طب والاغلوبوفا دي هتنقلها ازاي؟ طيب دور انت بقى في التايب اوف بريهنشن بتاع الانمي. البقر بياكل ازاي والغنم والجاموس والكلام ده بيعمل ايه؟ بيلوش. هتروح واخدهم بشويه البرسيم اللي جوه من يدور فيها دوده ولا لا؟ هتروح واخدها. طيب هي كانت واقفه في مزرعه وحصل فيها ابورشن او ما حصلش ابورشن، لان البروسيلا مش لازم يبقى المين ساين دلوقتي. ابورشن يظهر اول مره بس، طب وتاني مره ستيل بير. يعني ايه ستيل بير؟ يعني الحيوان يموت فين؟ بعد ما ينزل. طب الحيوان لو مات بعد ما ينزل من عمر يوم لعمر 10 ايام احنا في المعديه بنعتبره ابورشن. الكلام ده كله مش هتلاقيه في اي ماده ثانيه غير امراض المعديه. طب ايه بيست الامراض المعديه الثانيه بقى؟ ايكونوميكالي بالنسبه لي تبقى محترف ذاكر كويس وتطلع دكتور شاطر كويس، تطلع معانا القوافل، تدخل معانا المزرعه ونمسك ونقف مع بعض ونشتغل كويس كده، هتلاقيك بتقبض فلوس. كم فلاح هيروح ياخد عينه ويحلل في معمل البقره؟ هيحصل؟ طيب لكن هيجي الايه؟ الدكتور. طب هو مين اللي هياخد له العينه؟ ومين اللي هيشخص له المرض اساسا؟ سيادتك. كويس كده؟ فلو سمحتوا هنركز ونركز كويس جدا في اللي بيتقال، لان انت احنا عندنا كم امراض عالي جدا، لكن في نفس الوقت هي ماده شيقه جدا. تعبال ما تخلص الثلاث سنتين او الثلاث ترمات معانا هتلاقيك مثلا واخد زياده عن 500 مره بالديفرنشال دايجنوزس بتاعهم، بالتريتمنت بتاعهم، بالحاجات بتاعتهم، مجمعين لك الحاجات المشتركه واعمل لك فيها ايه؟ واعمل لك فيها ديفرنشال دايجنوزس ومدي لك الحاجات دي بالتفصيل. فين يا شباب؟ جزء الابيديميولوجي عندنا بقى مختلف عن جزء الابيديميولوجي في الجزء الثيوريتيكال اللي انت خدته. هو بيقول لك مثلا الترانسميشن ترانسبورتيشن اوف ايجنت فروم انيمال تو انيمال. ماشي. بعدين يا عم زي امراض ايه؟ طب وانواع الترانسميشن. طيب والمرض ده لو اتنقل يتنقل بكام طريقه؟ والطرق دي هتسيطر عليها ازاي؟ كل ده هتاخده معانا في قلب الايه؟ في قلب الامراض المرضيه. ماشي. طيب ده الحاجات بتاعتنا دلوقتي لايف. انت سيادتك قاعد في المدرج وانت ايه قدامك شاشه السينما، ما انتش زمان الحاجات ايه زي ساخته يعني. جزء الابرست اللي حوالينا وتاثيره وانتشار الامراض هتلاقوه المحاضره اللي انا اديتها في التدريب الصيفي بتاع سنه 5. التدريب الصيفي بتاع سنه 5 احنا اتكلمنا على الجيوغرافيكال ابرست اللي موجوده اللي هي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها الجيو بوليتيكال. بس كده ارمد انفلونسز اول اوفر ذا ويرلد اند اتس افكت على الفيتيرينري ميديسن جوه جمهوريه مصر العربيه. ادخلوا شوفوا المحاضره يا فرانك وقراب، مش هتاخد منكم زياده عن ساعه ونص. انت هتاخد فيها جرعه كويسه. الطب البيطري ما ينفعش حد يبقى دكتور بيطري شاطر بدون ما يعرف سياسه، بدون ما يعرف جغرافيا، بدون ما يعرف تاريخ، بدون ما يعرف دين، بدون ما يعرف سوشيال اكتيفيتي يعني حياته الاجتماعيه، بدون ما يحلل، بدون ما يعرف اقتصاد. الدكتور بيطري شاطر لازم يعرف كل حاجه. فعشان تحضر محاضره لاي حد فينا بيشرح امراض معديه لازم تبقى مذاكر من اول سنه اولى ابتدائي قبل ما تيجي طبعا، لغايه سنه ايه؟ سنه رابعه الترم الاولاني. كويس كده؟ ده بالاضافه الى اشياء اخرى اللي هي الحاجات الايه بقى؟ الحاجات الثقافيه اللي بتدرسي فين؟ في كليه الطب. ده اسم ال لا سجل الكليتين بقى. لا ما تقدرش تحطه كده. لا حد بيقول لك اشتري كتاب، ولا حد بيقول لك ادخل منصه، ولا حد بيقول لك ايه؟ ادفع فلوس. انت مجرد ما تدخل على اليوتيوب تدخل تعمل انا مش قافل الداونلود.
يوتيوب حاولوا كذا معايا كذا مره معايا ان احنا ان انا اقفل الداونلود عشان تشتركوا في حاجه اعلى بفلوس. قلت لهم لا انا بعتبرهم ايميل لا ما تقفليش الداونلود. داونلود يدخل هتدخل تعمل داونلود وتحضر المحاضره بتاعتك وتسمعها بعد كده في اي وقت. بس لما تسمعها ممكن تجري صوت عليه يعني تسرعه او ايه تقلل على حسب احتياجك ان انت ايه تذاكر. ماشي كده شباب؟ النهارده هنتكلم على ايه؟ على الانفكشن. We will speak today about the infectious disease process. ده الصوت اللي انت هتسمعه فين؟ With complete discussion. ده اللي انت هتسمعه فين؟ في ال examples about this. ده اللي انت هتسمعه فين؟ في المحاضرة التانية. هو هتلاقي عندك المحاضرات بحاجتين، هتلاقي افلام وعرب زي اللي احنا بنسجلها النهارده، وهتلاقي محاضرة باللغة الايه؟ الانجليزية. خلاص كده اللغة النطق بتاعي ساعات ما كانش بيعجب حد لان هو لو انت عاوز تسمعها بالانجليزي كاملة بقى، وده انا بفضله، انا شخصيا بفضله. انت ده الايه؟ ده بروفة بس الصوت اللي انت ايه؟ اللي انت هتسمعه. انت كل حكاية انت محتاج ان انت ايه؟ تركز. فبراحتكم. احنا هنتكلم على الانفكشس ديزيز بروسيس او عملية حدوث المرض المعدي. انا حاطط لك المخ ليه والدنيا كلها منورة؟ عشان اتفقنا انا عشان اعمل عملية دياجنوزس ودياجنوزس سليمة لاي مرض لازم اعمل ايه؟ لازم هراجع معلوماتي اللي خدتها على التشريح والهيستولوجي والسكيلا والباثولوجي والمايكروبيولوجي والباراسيتولوجي والسكيلا والتغذية والاسبانتولوجي والصحة العامة اللي انتوا بتاخدوها مع قسم الايه؟ مع قسم الصحة العامة عشان نعمل ايه؟ عشان نشوف المرض المعدي. فالمعدية هتلاقيها مجمعة لك كل الايه؟ كل المواد اللي انت خدتها. المواد اللي انت خدتها كلها انت بتاخدها بري كلينيك يعني مواد قبل الاكلينيكيه عشان مواد نظري تتستف فوق بعضها. مين اللي يدخلها بقى ويعمل لها فورماتنج في قلب بعضها عشان تتركب في دماغك وتعرف تشخص بيها؟ هو القسم ده، قسم طب الحيوان اللي بي ايه بيشمل مادتين الامراض البطن والمعديه، ودول يعني ايه تو فيسز فور وان بوينت. وده موجوده في الرسم بتاع الامريكيه وكل العالم بيمشي ورا اللاين لان هو دي هو كل كل حته هنا في فرع دي. فبالتالي التجميعه دي على مستوى العالم بتبقى ايه؟ بتبقى مشهوره كده بتبقى ايه؟ الصوره الاول. ازاي المرض ده؟ المرض عاوز ايه؟ عاوز ست حاجات. بتتكلم فيها على الهوم، بتتكلم فيها على الباثولوجي، بتتكلم فيها على كويس كده؟ طيب احنا من هنا ورايح كل مرض هناخده مع بعض هنطبق عليه النظريتين، هنطبق عليه التريت وهنطبق عليه الايه؟ التشين اوف انفكشن. وظيفه التريت او التشين اوف انفكشن هنشرحها ليه؟ عشان نشوف احنا هنكسر ده في اي حته. كويس كده؟ هنكسر ده فين؟ في اي حته. الرابط هيتكسر فين؟ طب انا عشان المرض يحصل لازم يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي ست حاجات. طب هو ايه الصوره الخلفيه ده؟ ده عباره عن الفيرال بتاع الانفلونزا
في الاكواين وهو في قلب البلد. في قلب الايه؟ في قلب البلد لايف، عشان تبقى انت متخيل الصوره. ما اقعدش اقول لك بقى ايه تخيل ونقعد ارسم لك، لا انت هتشوفها ايه لايف عشان تبقى الصوره ايه واضحه تماما في ذهنك. انا عشان المرض يحصل لازم يبقى في عندي ايجنت. الايجنت ده اللي هو ايه؟ الباثوجينيك فاكتور. الباثوجينيك فاكتور عندنا بناخد ايه؟ بناخد رقم واحد بكتيريا، رقم اثنين فيروس، رقم ثلاثة فانجاي، رقم اربعة ريكيتسيا، رقم خمسة بريون، رقم ستة البويزنس الجيتشو او الحاجات اللي السامة، الحشرات السامة زي السكريبيون زي السنين زي الكلام ده، بيعتبروها جزء منين؟ من الانفكشن. ده الايجنت. طب انت خدت قد ايه في الميكروبيولوجي مايكروبيال ايجنت؟ خدت قد ايه في الفيرولوجي؟ خدت معاهم مايكولوجي حاجات كتيره. يعني انا لما اجي اقول طب ايه الفانجل انفكشن اللي هيجي العجول، اقول الرينج وير. الرينج وير ده اسم قديم قوي، كانوا بيتخيل لهم ان في دوده بتيجي في الجلد تقعد تاكل فيه، عشان كده بتعمل ايه؟ بتعمل شويه كيراتينايزيشن وشويه سكرابنز موجوده خلاص، وبعدين تخلص الحته دي تدخل على الحته الايه اللي بعدها، تدخل على الحته اللي بعدها. لا، لما تطور الدنيا شويه لقينا ان الرينج وير بس فضل الاسم. ليه؟ السبب ايه؟ الدرماتوفايتس. طب الدرماتوفايتس في كل البقر والشيب والبفلو هو نوع واحد، ترايكوفايتون فيريكوز. ترايكوفايتون فيريكوز خلاص كده. لو جينا الاكواين هيبقى ترايكوفايتون درماتوفايتس. طيب ولو جينا في الكيس هتلاقي ايه؟ ترايكوفايتون كينز وترايكوفايتون كاتي. احنا بنقول بعض الايه؟ بعض الاسامي. طب كلهم بقى في ثيوري بتقول ان كلهم اساسا كانوا ترايكوفايتون فيريكوزا، ولما راحوا للسبيشيز الثانيه اتغيروا. اثباتها من عدم اثباتها، يمكن حد فيكم يطلع يعمل ماجستير او دكتوراه وايه؟ ويثبت الكلام. مفيش ليها اثبات، لكن دي ثيوري وشغاله في العالم لغايه النهارده. طيب دول بيتنقلوا بايه؟ كونتاكت. طب ما ينفعش بالغير؟ السكرابنج دي لو فيها درماتوفايت تتنقل في حته ثانيه ما تتنقلش؟ لا تتنقل. طب ما ينفعش ان حيوان بيقرش في نفسه ينقلها من منطقه الكتف عنده لمنطقه الشولدر يحطها في منطقه الرجلين؟ ينفع. خلاص كده يبقى في دايركت وفي انتايتمنت. نائب الدبان ممكن، ليه لا؟ لما يقف تيجي دبانه او تيجي حشره كويس كده ثانيه تقف على الحيوان في المنطقه اللي فيها الاصابه وتاخدها وتتنقل لحيوان ثاني، مش ممكن تنقلها؟ تنقلها لو كان في ايه؟ لو كان الحيوان الثاني ده فيه سكرابنس، لو كان متجرح. خلاص كده. طب ايه المين في الخيول؟ نقلها في الخيول بمين؟ اثناء السبق وهو بينط فرجليه تتعور فدايما معرضه. طيب الكلام ده موجود فين؟ موجود ناتشرال في الطبيعه. طب موجود معاه ايه؟ موجود معاه بكتيريا. طب الفرق بين الحمل البكتيري والحمل الايه؟ الفطري، الاثنين امتى يحصل ده وامتى يحصل ده؟ كل ده في مرض واحد اسمه الرينج وير او الدرماتوفايتوسيس. ده هتاخده معانا فين؟ طب الفطري في الامراض المعديه. ممكن يبقى ده الايجنت. طب نيجي حاجه ثانيه، ناخد السبورو ترايكوزيس. السبورو ترايكوزيس ده مرض بيحصل في الحصنه. السبورو ترايكوزيس ده فانجل انفكشن. بيجي موجود فين؟ بيجي موجود في منطقه الايه؟ في منطقه الليجز. طب بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا ألسرز. الألسرز دي بتبقى انكيورابل الا اذا انت اكتشفت ان هي بسبب السبورو ترايكوزيس، فهتبتدي تدي انتي فانجل دراج. طيب مين ده؟ مين اللي هو كان بينط حاجز بس كده وتعور؟ مين اللي يفرق ان ده كان حصل ثورنس؟ حصل ثورنس يعني حصل ثورنس فين؟ يعني عن امراض المعده. بس كده اي حد تاني يجي ما هوش درس امراض معديه يقول لك يا عم ده ألسر حط له بس شويه بتادين ولا شويه سبغتيوت تبقى الدنيا كويسه. لا، ما هوش ايه؟ ما هوش إيه الكلام ده خالص. غير كده يبقى في عندنا الايه؟ البكتيريا، واحنا اتكلمنا على الفنجاي، وانا جايب لك الايه؟ لو انت دققت ولو
هتلاقي اللي انا حاطه لك ده ده الايه الاسبرجيلس فيوميجيتس. طب الاسبرجيلس فيوميجيتس ده موجود نورمالي ولا مش موجود نورمالي؟ بيحصل كونتامينيشن للاعلاف اللي انتوا بتاخذوها بتاخدوها ولا لا؟ كويس كده. وبيطلع لنا ايه هو الاسبرجيلس فليفس بعد التوكسينز مايكوتوكسينز. كويس كده. طب الاسبرجيلس فيوميجيتس ده لو كتر في قلب العلف والحيوان بيعمل ايه عشان ياكله؟ بيحط جوزه فين؟ في قلب العليقه. طب لما يحط جوزه في قلب العليقه ويستنشق هياخد ايه؟ السبورز. طب لما خد السبورز دي ايه اللي حصل؟ دخلت فين؟ اللنج. عملت لي ايه؟ عملت نيمونيا. وسيادتك عمال تدي انتي بايوتيك يحصل اجريفيشن للحاله، تدي انتي بايوتيك يحصل اجريفيشن للحاله، لان الاجريفيشن الانتي بايوتيك مش هو الايه؟ مش هو العلاج. ده كل ما تدي انتي بايوتيك، كل ما تدي هرمونال، كل ما تقلل الفيتامينز، كل ما يحصل اجريفيشن للايه؟ للحاله. يبقى مين اللي هيشخص ده؟ حد بتاع امراض معديه. يقول لك اه طب ما تيجي ندور في المخازن نشوف الاكل اللي بياكله الحيوان ده كان اساسا سبويلد باي اسبرجيلس فيوميجيتس ولا لا. انا هحطها تحت الميكروسكوب اهي، ده شكلها تحت الميكروسكوب. طيب البكتيريا عندنا حاجات كتير جدا. طب ما نيجي نتكلم على الايكولاي الاسهالات في العجول دي بقى. حد فيكم من الارياف؟ حد فيكم من الارياف؟ اسهالات العجول دي ايه؟ طول فتره الشتاء شغاله، هيبقى عندك الايكولاي والسلمونولوزس. طيب وبعدين الايكولاي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل دياريا وممكن تعمل امبلايتس ابسس. كويس كده. يجي بتاع الجراحه يقول لك اه في ابسس هنا في الامبلايتس. طب سببه الايه؟ الايكولاي. طب ممكن تعمل ايه؟ ماستايتس. طب ايه تاني؟ نستاف ستافيلوكوكس اوريوس. خلاص كده. وبيعمل ايه؟ تعمل ماستايتس. طيب والايكولاي تعمل كوليفورم ماستايتس. تلاقيه تشم اللبن تلاقيه ريحه الفيكال مطر، هتعمل له سكاربت. طب هو الحيوان انت منتظر طول السنه من الحيوان ايه؟ حاجتين، اللبن وايه؟ والاوفسبرينج. طب الاوفسبرينج جاله ايكولاي ومات، واللبن حصل له كوليفورم ماستايتس ومات. يبقى نوع واحد من انواع البكتيريا عمل ايه؟ خلص على الانتاج بتاعك طول السنه. طب انا الايكولاي ده بقاومه ازاي؟ طب اديك K99 فاكسين ولا اديك K88 فاكسين ولا اعزله؟ طب عندي ايه؟ طيب هو عم مرقص وعم محمد وعم اسماعيل والاستاذ سؤال، عارفين كل دول اللي هم البار ميديكال اللي جالك من علي جزم، قال لك عشان يجي لك انت الدكتور بيطري بيجي لك رقم 5 أو 6 الاول مع نفسه وبعد كده مع جاره وبعد كده وبعد كده مع تملي معامل الدولاري وبعد كده اي حد بيفهم وبعد كده للاسف هي ايه؟ نتيجه لغياب الثقافه انه لازم الدكتور هو اللي شخص عبال مجالك. هو ما ادالوش علاجات اداله، واداله انتبيوتكس اداله، بس هو ما ادالوش بالصوره اللي هي ايه؟ مترتبه على بعضها بالحاجات اللي جنبها زي النانسترويدال مثلا، زي الحاجات اللي جنبها اللي ترفع المناعه. كويس كده. عشان يقدر يقضي على الايه؟ على المرض. هو راح مسففه شويه كوليستين وقال له خلاص كده وما بيروحش ما بيخفش. طب ليه؟ لانه اصلا ممكن يكون نتيجه للتوكسين، لان انت في الكوليفورم الدايريه اللي معانا انت هتلاقي معانا 4 فرم 5 فرم ولسه وهلوم جرد ولسه اللي ما اكتشفناهوش. ممكن يجي له كوليفورم يموت على طول نتيجه للهيموراجيك فورم اوف ايكولاي. طب ده مين اللي هيقوله؟ هيقوله بتاع امراض المعدية. انت لازم تبقى ايه؟ تبقى مركز معاك. ده احنا بندي بعض السيروم دي بس. طيب شايفين هنا البارازايت؟ شايفين دي؟ شايفين ده ايه؟ ده انتستن. بس كده الانتستن طالع منها ايه؟ شايفين دي مش كنافه؟ دي المايونيز داخلين على المطار. بس كده ولا عاملين ولا عاملينها ريد فيلفت ولا حاجه. بس كده خلاص كده. اه في حاجات كتيره في الاكل تفكرك بالامراض المعدية. عارفين الكيزيس انفيدونايتس؟ الكيزيس انفيدونايتس في الخرفان سببه ايه؟ كوريدو بكتيريا اوفيس. لما تيجي تفتح البص وتدوس تلاقي بيستي. كويس كده؟ كريمي لايك كلر طالع يفكرك بايه؟ بالجبنه السبريدر اللي حاطينها لك في الكوبايه. اول ما تشوفها تقول اه الحاجات دي بتحصل في الكيزيس. فبرضه يبقى الاكل بيفكرك بالامراض المعديه. خلاص كده؟ طيب تيجي تشرب شرب عصير قصب يا ده حاجات الايكولاي او حاجات الفاشيولياسيس.
حالات الفاشيالياسيس وحاجات البون ديزيز الجينيس ديزيز بيبقى الدايريا نفس الكلام ده. بيقول في حالات الفاشيالياسيس ان العجل مربوط في الارض بالايه كانه حبل عمال يحصل ايه يحصل دايريا. تيجي تبص تلاقيها زي ايه زي شوربه البسله مثلا زي ايه زي عصير قصب اللي انت بتشربه. انا مش بقرفك انا بفكرك عشان طول ما انت ماشي تبقى عارف ان الامراض المعديه دي ايه شغاله معاك على طول اوتوماتيك. حصل ابريست يا ده النهارده في ضرب في كولومبيا. كولومبيا الحكومه الوطنيه مع عصابات المخدرات بيضربوا في بعض يا خبر اسكح. يبقى اذا ايه الفاكسينيشن بروجرام في المنطقه دي هيقف. طب كولومبيا ممكن تنقل لنا ايه؟ طب انا علاقه بكولومبيا مش مستورد وبتصدر لهم يبقى انت هتصدر لهم وهتجيب لهم كويس كده. يبقى هم هيجيبوا لك وانت ايه وانت هتقول لهم طب اعمل ايه؟ طب اخد السيرتيفيكت ازاي؟ طب اخد انا اخد سيرتيفيكت امتى وانا بستورد عشان اتاكد ان المرض ده مش جاي لي؟ طب لو جالي لو انا استوردت من كولومبيا دي النهارده وهم كان عندهم فوت اند ماوس ديزيز تايب سي. تايب ايه؟ تايب سي يو فوت اند ماوس ديزيز فايرال. في كام تايب؟ 7 كويس كده. احنا عندنا كام في مصر؟ 3. طب لو جالنا لو دخل لنا حاجه ثانيه الفاكسين ماشي ما هو ده 4 ده احنا عاملين في القرار. واحنا كلمه 4 دي لا قدر الله لو دخل لنا واحد كمان احنا هنخسر 40% من الثروه الحيوانيه بتاعتنا زي ما حصل في 2006 وحصل في 2012. 2006 لما دخل اللمبي ودخل معاه تايب جديد من الفود اند ماوس احنا فقدنا 40% من الثروه الحيوانيه بتاعتنا. 40% مصر على حسب الاحصاءات الرسميه عندنا في حدود 5 مليون بقره. طب احسب بقى انت فقدت 40% منها هيبقى كام؟ كام بقره؟ واضرب في 50,000 بس. اعمل كده العمليه الحسابيه دي عبال انا ما ارجع لك. عبال ما ارجع اعمل عمليه حسابيه لكل زمايلك ان استرين واحد ونقول كده ان ده رابع استرين بس كده بيخسرني قد ايه؟ والفلاح بيدور عليك ليه؟ عشان انت تحميله في الثروه الحيوانيه ايه؟ بتاعته ده مجرد استرين واحد منين؟ من الفوت اند ماوث ديزيز دخل. عملت يا ابني الحساب؟ حوالي 2 مليون بقره. لا مش حوالي 2 مليون بقره، انت اضرب اضرب مش معاك على حسبك. اضرب واضرب في 50,000 وقول لي ده يساوي كام فلوس؟ قول. ها؟ شوف لو شعر بكره بكره. ما احنا عاوزينه بقى يقول كده، احنا عاوزينه يقول كده. انتوا اللي تحسبوا مش انا. الكلام ده انا جايبه من الواقع. لا ما انا مش شايف انا معيش النظاره. اقرا. 1 في 10 بس 11 زين. 1 في 10 قص استنوا بس 1 في 10 قص 11 صفر كام يا دكتوره سميه؟ يعني 100 مليون ايه؟ 100 مليار 100 مليار جنيه. مين بقى اللي قالت يدخل استرين رابع؟ مين اللي قالت؟ ايوه شوف هي صح دخل استرين رابع خسرني كام في الايكونوميكال بتاعي؟ 100 مليار جنيه. واحنا قاعدين بس كده ايه؟ ده مينيمم ده اذا حصل معاه لو ما حصلش معاه حاجه تانية. فحضرتك لازم تعرف وتحس باهميتك. اهميتي امتى بقى كدكتور بيطري كده نافش ريشي ونازل متشاك من بيتنا ولا باللي في دماغي؟ يبقى لازم تبقى دماغكم ايه متكلف. دماغكم هتتكلف امتى ويبقى فيها معلومات تقدر تعمل انتربريتيشن اما تحضر امراض معديه وتذاكر امراض معديه. خلاص كده تمام. طيب ده كده فايرال. شايفين اتفقنا الاسكاريس دي؟ طيب الاسكاريس دي ايه اللي حصل؟ حصل عجل مات كويس كده في البي ام بيفتحه كان عنده كوركي بين يا ده عنده شويه مغص وعمال يرفص. اختلفوا العلماء ده يقول لك ايه يورين ريتنشن والتاني يقول له لا ده ايه ده كوركي بين نتيجه لانه شرب لبن زياده والكلام ده. لما دخلنا البي ام بقى وفتحنا لقينا ايه؟ لقينا اسكارياسيس. اسكارياسيس دي دوده. هما دول دوده؟ ده كل الدوده في البلد. بس كده ده اسكارياسيس مرض. طيب حصل ايه بقى؟ حصل ربط لفين؟ للانتست. طب انا الاسكارياسيس يقول لك ما هو دود المش ولا منه فيه مش الفلاحين بيقولوا كده؟ لا هو غلط. ما هوش صح كده. يعني ايه بقى دود المش منه فيه؟ يعني كل ما تجيب مش تلاقي فيه دود. طب ما انت لازم تعرف ليه.
المشكله اللي احنا كنا بنناقشها امبارح كويس كده مع بعض كده واحنا قاعدين في الاوضه واحنا قاعدين نشرب قهوه مش بنقعد كده نتسهر ولا نقول مين اللي كسب ولا مين الاهلي ولا احنا بنقعد نتناقش برضه واسكم بنتناقش امراض معديه فمشكله عندكم لازم تشوفوا ليه دايما لما ندرس لكم محاضره ودي حصلت وراها ايه لازم تسال نفسك ليه ولو ما عرفتش تعالى اسالنا عشان نقول لك احنا بنقول ليه على قد ما نقدر بس لو مسكنا كل كلمه كده زي ما انتم شايفين احنا بنتحرك هنقعد فيها ايام وليالي نشرح خلاص كده ده ملك بقى بتاع الله سبحانه وتعالى ودي ماده هي الماده السوبر اللي بتدي لك فلوس وبتخلي دماغك تبقى ايه انا عاوز اسمع الكلمه دي بالظبط تمام زي الفل خلاص كده ليه احنا كنا ليه فين عشان الاسكيرز طب انا هعالجها امتى هتيجي تلاقيني في الامراض المعديه بقول لك وانت بتاخد معايا البرازيت الجاستروانترايتس لازم تدي استراتيجيك دوزنج يا جرعه استراتيجيه شفتوا البق ده هما الكلمتين دول لازم يتقالوا مع بعض كده خلاص كده استراتيجيك ايه دوزنج يعني انا كل اربع شهور او مدي جرعه لايه للحيوان بتاعي وانا هقعد بقى ادي اسكاريس ومونيزيا وفاشيولا والكلام ده لا اسكارياس وفاشيولياس ومونياسس وكل انواع الراوند وورم اللي موجوده في التاريخ بنديها جرعه واحده بندي ايه؟ برود سبيكترم انفلمنتك بندي برود سبيكترم انفلمنتك وكل اربع شهور كل قد ايه؟ كل اربع شهور لازم اغير الاكتف برنسبل اللي موجود في البرود سبيكترم انفلمنتك اللي معايا ليه؟ عشان ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش ريزيستنس للدواء اللي موجود معايا طيب وبعد كده ده مين بقى؟ دي تركيبه البريون اللي هو بيبقى موجود فين؟ في الماد كاو ديزيز كويس كده؟ في الماد كاو ديزيز او الايه؟ السكريبي خلاص كده؟ او السكريبي اللي موجود فين؟ الشيب خلاص كده؟ ده تركيبته ده نوع من انواع البروتين بيحصل وبيحصل له تآزر وبعد كده بيحصل له جينيتيكال ديستريبيوشن من الام للاوف سبرينجز وبيقعد يظهر نتيجه لاختلال التغذيه ونتيجه اني بستحمل الحيوانات اللي ماتت واحرقها في ايه؟ في تغذيه حيوانات ثانيه وده اللي هو البون ميل والميت ميل والكلام ده وده المفروض ان هو ايه؟ حاجه تطاق. طيب وبعد كده عندنا الايه؟ الاكسيا. الاكسيا كانت زمان نوع من انواع البكتيريا لكن هي دلوقتي بتبقى ايه؟ ده نوع لوحده خالص بيبتدي ايه؟ بيبتدي الايه؟ الحيوان. خلاص كده الاكسيا زي ايه بقى؟ زي الايه؟ الكو فيفر الكلاميديا دي مع كان الكو فيفر ده بارازاي ها؟ الكيتسيا زي ايه؟ بروتوكوكس مايال السي دي سي بجلالة قدرها وهي بتكتب ما انت لما بتقعد تقرا بتبقى دماغك متكلفه لازم تعمل الانتربريتيشن عارفين الانتربريتيشن اللي هو ايه؟ تفرقها وده ليه؟ وحصل ايه؟ بيقول لك احنا لقينا عندنا رودوكوكس مالياي طب واحنا عندنا رودوكوكس مالياي انا اول ما قريت ضحكت فبتناقش مع الناس اللي عندي في البيت رودوكوكس مالياي ده عندنا في مصر مترتب من يجي 200 سنه بنشوفه كل شويه خلاص كده لكن هو بالنسبه له لان هو ما عندوش وعامل ستريكت وعامل كنترول فوجوده بيبقى ايه مشكله كبيره ده مين بقى؟ سكريديوم ده الايه؟ البوزنس كرييتشر العقرب العقرب ده واحد منين؟ من الايه؟ الايجنت يبقى انا عندي التشين هنا ده كده احنا بنتكلم في ايه؟ في الايجنت في الايجنت طيب بعد الايجنت هيبقى في عندنا الايه؟ الايجنت ده عشان يصيب بقى طيب انا عاوزكم تركزوا في الايه؟ في الصوره الخلفيه دي الصوره الخلفيه دي هي لحظه انفجار الهيد بتاع الاسبرجيلاس فيوموجيتاس اللي انا قلت لك عليها وانتشار السبورز منها خلاص دي لحظه انتشار ايه السبورز منين من الراس بتاع مين بتاع الاسبرجيلاس فيوموجيتاس تخيل بقى ان كل واحد من السبور دول هيدخل جوه لانج ويبتدي يحصل له ايه تكاثر ماشي كده يبتدي يحصل له الايه التكاثر اللي احنا شايفينه طيب الايجنت بقى هنتكلم فيه على ايه على اسمه ولا
على شكله ولا على اثنين. هو معاهم ايه؟ معاهم حاجه بنسميها الادابتيف بيلدي. هذا بيلدي يعني ايه؟ هو يقدر يقعد في قلب التيشو ده، يحصل ادابتيشن على التيشو ده في قد ايه؟ يعني الايكولاي لما تدخل في الامبلايتس تعمل لي للعجل الصغير بتاعي ابسس خلال قد ايه؟ ده الادابتابيلتي. الادابتابيلتي هو ازاي المايكرو اورجانيزم بيدخل ويتعايش مع مين؟ مع التشو. يعمل ايه بقى عندنا؟ يعمل عندنا في الامراض المعديه حاجه بنسميها الانكيوبيشن بيريو، اللي هي ايه؟ فتره حضانه المرض، فتره ما بين دخول المايكرو اورجانيزم سنين، وممكن ما يظهرش في الايه في الفيرست جينيريشن، ممكن يظهر في السكند جينيريشن او يظهر فين في الثيرد جينيريشن. طب التيوبركلوسس يحصل له ادابتابيلتي في قد ايه؟ ما بين دخوله وما بين خروجه، ده كرونيك ديزيز، يظهر في اقل حاجه 6 شهور واعلى حاجه ابتداء من سنتين وطالع، كويس كده. وممكن ما يظهرش على هيئه ريسبيراتوري فورم، ممكن يظهر على هيئه يورينري، ممكن يظهر على هيئه مصرفي، ممكن نعمل ابوش. يبقى ده الادابتابيلتي. ثاني حاجه بتتكلم عليها الفوز رينج، دي كلها تيجي في كل انواع الانيمالز ولا تيجي في انيمال واحد؟ كل انواع الانيمالز. الاخطر اللي بيجي في كل انواع الحيوانات ولا يجي في حيوان واحد؟ لما اقول اكواين انفلونزا هو جه فين؟ ممتاز جدا، لكن الانفلونزا فيها مشكله لو حصل فيها انتيجينيك ايه؟ انتيجينيك شيفت، وده بيحصل مستمر. فتيجي الاكواين انفلونزا مع الايفيان انفلونزا مع السواين انفلونزا مع الهيوما انفلونزا ويتحدوا ويطلعوا لنا نوع ثاني نتيجه الانتيجينيك شيفت، ويحصل منه ايه؟ وورلد بانديميك. الانفلونزا بيجي فين؟ يبقى هنا وايد هوست رينج ولا حاجه ثانيه؟ وايد هوست رينج. يبقى كل مكان المايكرو اورجانيزم بتاع الهوست رينج بتاعه يعني الحاجات اللي هو بيصيبها اعلى واكبر، كل ما كانت خطورته ايه. طب نيجي البروسيلوزس وايد هوست رينج، تيوبركلوزس وايد هوست رينج، خلاص كده. يبقى معظم المايكرو اورجانيزم هندرسها مع بعض ونشوف الايه البوست رينج بتاعها. طب بعد كده الايه الفيريولنس، يعني ايه الفيريولنس؟ الضرار، هو ضاري ولا لا؟ يعني مايكرو اورجانيزم دخل حطيت شويه بيتادين راح، ولا مايكرو اورجانيزم دخل البرين بتاع الحيوان ودخل في كل النيرفس سيستم بتاعه وادى لي الى حدوث الريبس زي الريبس فيروس. الريبس فيروس ده بيجي في الكلاب بس ولا كله؟ بيبقى وايد هوست رينج. طيب والفيريولنس بتاعته لو حصلت عاليه جدا. طيب نيجي لميكروب زي الايه؟ زي الكولستريديوم تيتناي. الكولستريديوم تيتناي الادابتابيلتي بتاعه كبير، سهل ان هو يتكيف بشرط وجود ايه؟ ها؟ انيروبيك كونديشن، دي رقم واحد. رقم اثنين انه يحصل ايه بقى؟ دي لا مش اي جرح، دي او لاسيريتد وود فبالتالي الكولستريديوم تيتناي يبتدي ايه؟ يبتدي يشتغل، فيحصل له ايه بقى؟ فيحصل له في الحاله دي يحصل له
ماشي كده. ففي الحاله دي هيبتدي يحصل له ايه؟ يحصل له انتاج لمين؟ ليه؟ ها توكسين اسمه ايه بقى؟ التوكسين بتاع الكورسيدم تيتاناي. ها طيب لا ده المرض اسمه تيتانوس. يبتدي يحصل توكسين. التوكسين يعمل ايه بقى؟ ياثر على مين؟ ياثر على النيرف، وبعد كده ياثر على المصل، وبعد كده يحصل ايه؟ يحصل ديث. طب هو وايد هوست رينج؟ وايد هوست رينج، لكن اقدر اسيطر عليه؟ اقدر اسيطر عليه ان انا اعمل ايه؟ ان انا بدي الانتي تانيك سيرم، وادي فاكسينيشن لمين؟ للمذرز اللي هي على وش ايه؟ على وش ولاده عندي في المزرعه. طب وايه تاني؟ ان انا اي ديب ووند يحصل لازم احصل اعمل له ايه؟ اعمل له تريتمنت. طب بعد كده الباثوجينيستي. يعني ايه الباثوجينيستي؟ قدره المايكرو اورجانيزم ده على احداث ايه؟ على احداث المرض. الباثوجينيستي هو الباثوجينيستي بتاعته دخل عن طريق ايه؟ الدروبليت انفكشن، وبعد كده دخل الميوكوس ممبرين، وبعد ما خلص الميوكوس ممبرين راح داخل اول حاجه هتقابله ايه بعد الميوكوس ممبرين؟ البلط الليكوسايتس. الليكوسايتس تعمل له ايه؟ الجلفنج. كويس كده؟ هوريها لك دلوقتي وهي بتحصل. كويس كده؟ يحصل لها الجلفنج، وبعد ما يحصل لها الجلفنج راح تدخل على الليمف نودز. طب وبعد كده لما دخلت على الليمف نودز هيبتدي ايه؟ هيبتدي الجسم يعمل لها ايه؟ كاونتر اتاك. طب عمل ايه في الليمف نودز؟ عملت لها كيس سيرفوترايتس ولا عمل تيوبركلوسس ولا عملت لي انلارجمنت بس في الايه؟ في الليمف نود. كويس كده؟ زي حالات الايه تعمل انلارجمنت في الليمف نود؟ البابيزيوزس، حالات البابيزيوزس، او حالات الثايلريوزس، او حالات الانابلازموزس، او حالات الايه اللي ما بيعملش الا لما يوصل. كويس كده؟ يوصل ايه؟ يوصل للليمف نود اللي موجوده فيعمل لنا ايه ده في اثناء الابيزيوتكس بتاع اللمبي. اللمبي في وضعه الحالي اللي موجود عندنا في مصر ده انزوتيك او اندميك. الاندميك يعني ايه؟ خلاص بقى عايش معانا، اي حد بيجي يشرب من الليل مصر بايه؟ بيقعد معانا. كويس كده؟ فبيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان انا بيبقى في عندي ليمون لايك ليجنز موجوده على الايه؟ على السكن. طب لو وصلت للايه؟ للانزوتيك او داخل في كميه كبيره او الحيوان ده ما اتحصلش، ايه اللي يحصل؟ يحصل انه يسيب الليمف نود ويعمل لي انلارجمنت ويعمل لي ليمفانجايتس اند ليمف ادنايتس. يبقى يعمل يقفل الليمف نود ويقفل كمان الايه؟ الليمف تراكس بتاعي الحيوان اللي ورمت رقبته ورمت راسه ورمت على حسب الايه؟ الليمف نودز والليمف فيسلز ما اتقفل. طيب بعد كده عندنا الدوز. هو لما الحيوان ياخد دوز عاليه من المايكرو اورجانيزم الاعلى في الافكشن، ولما ياخد دوز اقل؟ الدوز اعلى. كل ما عالت الدوز كل ما ايه؟ عشان كده لما نيجي نربي فيس تو فيس ولا تيل تو تيل؟ تيل تو تيل. ليه؟ عشان ده لما يكح ما نحطهاش فرش التاني. خلاص كده؟ ولازم نفصل بينهم. طيب والارضيه تبقى نظيفه. طب والهواء يبقى كلين. طب الهيوميديتي قليله. طب كل ده بتبقى في الصحه عشان يعمل له ايه؟ ريفليكشن علينا. عشان لما نيجي نقول لك، لما نيجي نتكلم بقى على الايه المقدمه او الانترودكشن بتاع الكاف ديزيزز، ونقول لك ان انت لازم تجمع عدد معين من الكافز يبقى موجود في قلب البارن، وانت لما تجمعها من مصادر مختلفه زي ما بيحصل في مصر عشان نربي، بنجيب من الجيزه واسكندريه واسوان والكلام ده نحطهم كلهم في حته واحده. كل ده جايب ايه؟ ديفرنت انفايرمنت. اخر واحده انت جايه منين؟ لا صخطر اخر واحد. ايوه انت جاي منين؟ ايوه منين؟ ها ناصر. ماشي. ايوه منين؟ ايوه فيوم. وانت ساكنه بني سويف؟ يبقى قولي بني سويف. ايه ساكنه؟ ماشي. ها منين؟ بني سويف. بني سويف. بني سويف محافظه ولا مركز؟ مركز. ها شرق. ها اهناسي. البحر الاحمر. كويس كده؟ تمام. فيوم. وانا بيبها. كره سمايه فيوم. انت بني سويف. انا بسال ليه؟ كل ده كل واحد فينا جاي من انفايرمنت مختلف، صح كده؟ طيب لو واحد فينا عنده كورونا دلوقتي
او لو واحد فينا عنده انفلونزا وكحه، هو انا واخد نفس النوع اللي عندي طيب. انا واخد نفس النوع اللي عند الراجل بتاع البحر الاحمر؟ اكيد لا. يبقى ده الايه؟ الكونتاكت. ان انا غيرت الانفايرومنت بتاع المدرج عشان تبقى انت قاعد متخيل. هو انت دلوقتي ايه؟ القران بيقول فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. ده امتى اللي هيحصل الكلام ده؟ اثناء الموت او قبله ويوم القيامه. الواد ده جاب سيرتي وانا مش عارف، اجي يوم القيامه يلاقيني ماسك في اثناءه وبقول له يا رب الراجل ده اتكلم عليا امتى؟ هناك، لكن هنا انا شايفه. طيب هو قدامي نورمال، انا قدامكم نورمال، لكن في بكتيريا طالعه من مناخيري بتسرح دلوقتي على وشي ورايحه دماغي. كويس كده؟ نفس الكلام بيحصل معاك وانت قاعد كحيت او اتنفست التنفس العادي بتاعنا، مش كلنا قاعدين بيس؟ كويس كده؟ طيب الهدوء اللي احنا فيه ده بيخليك تتنفس بايه؟ باريحيه، وبتطلع كل المايكرو اورجانيزم اللي انت جايبها. طب كل واحد فينا جاي من حته ايه؟ مختلفه. كل ده بقى الهواء اللي موجود في قلب المدرج بول واحده. عارفين بول واحده يعني ايه؟ انتوا بتسموها ايه البنات؟ هم اللي هيشتروا. انت اللي هتدفع. وكده هم بيشتروا بوله. عارفين البوله اللي انتوا بتجيبوها دي؟ عباره عن ايه؟ السلطانيه. عارفين السلطانيه؟ حطينا بول كده. هو بقى المدرج دلوقتي كده ده عباره عن ايه؟ وان بول متجمع فيه مايكرو اورجانيزم من كم مركز؟ طب من كم محافظه؟ طب من كم بيت؟ طب من كم ديفرنت بيرسون؟ ما هو ممكن المحافظه يبقى فيها انفلونزا بس المناعه بتاع واحد ايه؟ قليله. فالافكت يبقى ايه؟ عالي. طب لما نيجي نحطهم في قلب البول هنا بقى، انتوا متخيلين الهواء دلوقتي بتاعنا بقى فيه مايكرو اورجانيزم جاي من كم مصدر؟ طب هو نفس اللي بيحصل اللي انا بشرحه ده، ده تقريبي اللي هيحصل في البارن. كويس كده؟ في بتاع القاف الصغير الجديد، القاف الصغير الجديد يتولد من هنا يعملوا ايه؟ يديله رضعه واحده او ساعات يستخسروها فيه خلاص كده وما يدلوش، وروحوا واخدينه ومنططينه على العربيه ومدينه شويه فول مسلوق كويس كده، ويروحوا ناقلينه حته ثانيه وما خدش الكوليسترول. طب حتى لو خد الكوليسترول 24 ساعه، الكوليسترول ده بتاع امه اللي موجوده في الدقهليه، او بتاع امه اللي موجوده في اسطول، او بتاع امه اللي موجوده في اسوان، كل دول في ديفرنت ايه؟ مايكرو اورجانيزم. رحت انا جايبهم كلهم وحاططهم في وان بول جديده، لو حد فيهم مناعته مش كويسه ايه اللي يحصل؟ طب كلهم بيعملوا ايه لبعض؟ طب احنا بني ادمين بنسلم على بعض، او حد فينا هيبقى تعبان هيبقى بعيد يقول لك لا ما تسلمش عليا النهارده عشان انا ايه؟ واخد انفلونزا ما انقلكش. مع ان ده سهل خالص، ده لو حصان كح هينقل على 64 متر، فما بالك بقى لو بني ادم كح مش هينقل لحد خالص، هو بيجي يسلم بالعافيه عشان يجيب الانفلونزا. انا بهزر طبعا. خلاص كده؟ طيب الوان بول ده وجمعت كل العقول دي من ديفرنت بولز وما اديتهاش كوليسترول وهي طالعه، انا ما اديتهاش حاجه بديل الكوليسترول وما حقنتش لونج اكتنج انتي بايوتيك وما حقنتش فيتامين ونقلتها لمكان جديد، ايه اللي يحصل في قلب المكان؟ هيحصل اسبيراتوري مانيفستيشن ويحصل دايريا. بس كده ويحصل ديسز. ليه؟ لان انت ما خدتش بالك ان البول اللي انت جمعتهم فيه انت جمعته مايكرو اورجانيزمز من ايه؟ من ديفرنت بليسز. فده ياثر في ال ال دي 50 كويس كده؟ يعني ياثر في ايه بقى؟ في ال ممكن يكون في تايمر كويس كده؟ ال دي 50 والاي دي 50 خلاص كده؟ اللي هو الايه؟ الباثوجينيك وقت ايه؟ وقت البداية. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا كل ده اتكلمنا على الايه؟ على الايجنت. هنيجي نتكلم بقى رقم اثنين على الايه؟ الريزرفوار. الريزرفوار اللي هو ايه؟ لا الريزرفوار ده اللي بيشيل المايكرو اورجانيزم نفسه. مين اللي بيشيل المايكرو اورجانيزم؟ وانواعهم. اولا في الريزرفوار بنتكلم على الهابيتات. هو قاعد فين؟
كويس؟ الايجنت اللي عايش معاه نورمال وبعدين الجروث اند مالتيبلاي ده ستريم بتاع بلاد وفي مايكرو اورجانيزمز ماشيه معايا اهو في نوعين او ثلاثه مايكرو اورجانيزم موجودين نورمالي عايشين معانا كويس كده. انت بتسرح شعرك هو قاعد وانت بتاكل وانت قاعد وانت بقك لو خدنا توث بريك عشان توث بريك اللي هي الايه خله كويس كده وعملتها كده وزرعتها على طبق هتلاقي فيها انسركس ولا انسركويد انسركويد شبه الايه الانسركس بالظبط كويس كده. طب النوع اللي عندي هو النوع اللي عندك هو النوع اللي عند الحيوان ولا هو واحد مختلف؟ المختلف يبقى الهابيتات. طب في كانديدا لسانك عليه كانديدا كانديدا دي نورمال هابيتات معاك. طب هي دي هتتحول من نورمال لباثوجينيك وامتى وامتى يقل المناعه كويس كده. طيب الايجنت نورمالي لايف ده عايش معاك طبيعي خالص طب بعدين يتحول لداري امتى؟ اما حاجات المناعه تنزل ده اللي هنتكلم عليه. طب الجروث والمالتيبلاي اتفقنا ان الكلوستريديوم عشان ينمو لازم محتاج ايه؟ انيروبيك محتاج انيروبيك كنتش وديب لاسيريتد وود احفظها كده على بعضها هي تتاكد ديب لاسيريتد ايه؟ وود كويس كده؟ الريزرفوار مي بي ريسبونسبل فور ممكن يبقى هو اللي مسؤول عن الكلام ده. انت جبت عجول عندها ايكولاي ممكن يبقى هو السبب الاساسي ان هم جايين واخدين كميه انفكشن بايه بكميه ايكولاي ايه عاليه وممكن تبقى نوت ريسبونسبل فور يبقى كميه ايكولاي قليله لكن المناعه بتاعتهم هي اللي ايه اللي قليله نتيجه ان ما اديتش الايه ما اديتش هيتنقل عن طريق ايه؟ الكونتاكت الدايركت كونتاكت هيتنقل عن طريق الميه هيتنقل عن طريق الهواء هيتنقل عن طريق الايه الموسكيتو هيتنقل عن طريق الايه الباله هيتنقل عن طريق الفلاي للحيوان ولا هيتنقل بأنهي طريق. الريزرفوار ممكن يكون موجود من اللي فين؟ في الصويل زي كل مجموعه الايه؟ الاستريديا عارفين الكوريت بكتيريا موفيس اللي انا قلت لكم عليه عارفين لو انت فتحت خروف ابسس بتاع خروف في منطقه ممكن يقعد فيها الكوريني بكتيريا في المنطقه دي قد ايه 100 سنه يبقى السويل هيبقى هنا الايه السويل. طيب وبعدين السورس امبروبابلي الفود ستاف كونتينز ايجنت واحنا ادينا مثلا بالايه بالاسبرجيلوس ايه تاني ها عارفين السلاج ينقل ايه الاستريوزس مش استري خلاص يسبب امراض الايه الاستريوزس. طيب لو في افلاتوكسينز يعمل ايه مايكو توكسيكوزس. طب بعد كده عندنا الايه الكلوستريديوم بوتولينم وده انت هتلاقي له مثلا حوالي 12 محاضره عندنا عن الكلوستريديوم بوتولينم ان ليه اهميه كبيره فين في الطب البيطري من اول الاستراك عشان الاستراك يعني ايه خط يبقى الحيوان كويس معاك جدا بالليل اكل شارب كويس الصبح تدخل تلاقيه مات خلال 12 ساعة تيجي تشوف كده تلاقيه جزء اسود موجود تحت الجلد نتيجة لايه؟ نتيجة لانه ده واحد من انواع الايه؟ الكولستريديوم حصل. بعد كده هنتكلم على التايبس اوف ريزرفوار الهيومن ريزرفوار وهنا الاكواين كنوع من انواع الانيمال لكن كل انواع الانيمال وبعد كده الانفايرمنت. عندنا الهيومن ريزرفوار موست كومن هيومن ديزيز ده بقى حتة دي الثقافة العامة الكومن ديزيزز والديزيز ترانسميتد فروم بيرسون تو بيرسون وزاوت انترميديتس وبعدين سيكسوالي ترانسميتد ديزيز والميزلز والماوث والمامبس ستريبتوكوكال انفكشن والاسبيراتوري باثوجين والسمول بوكس. انا جايب الحته دي بالذات عشان الميزلز وقفوه في امريكا واوروبا اللي هو الحصبه يعني كويس كده فترات طويله جدا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل قبلها عندهم اوت بريكس من الميزلز في الايه في الاوف سبرينجز الصغيرين في الاطفال في الانفرنت الصغيرين نتيجه لوقوف الايه نتيجه لوقوف التحصيل كويس كده. طيب
اللي هما الريزرفوار يا اما سيمتوماتيك بيرسون ده واحد شكله طبيعي هو وراه اتنين بودي جارد وبتاع يروح يرقد يكح يكتشف ان هو عنده ايه تيوبركلوسس فهو نورمال عشان كده احنا باينين كلينيكالي نورمال كلينيكالي ايه نورمال لكن احنا فتحنا صندوق لو فتحنا الصندوق هنلاقي ايه هنلاقي حاجات كتيره جدا يا اما سيمتوماتيك يا اما كارير زي ايه اما تدخل محل عصير قصب كده اول حاجه تطل عليها قبل ما تدفع الفلوس تشوفه عنده سيرتيفيكت من الصحه ان هو كاشف ولا لا لان ممكن يقول لك تايفويد ممكن يقول لك تيوبركلوسس بيروحوا حنفي تلوث كلكم بتجروا على سندوتشات حنفي كويس كده وفي الاخر الطب البيطري لما يروح ويصادر منه كبده ويلاقيها منتهيه الصلاحيه فانت اي محل تدخل لازم تشوف السيرتيفيكت الاول تقرا السيرتيفيكت مش عربيه تقول واقفه يلا هجوم ما هو ده ممكن هو راح عمل اي حاجه وما غسلش ايده وجي برضه وقف في السندوتش وحط لك وعمل لك وقلت يا سلام ده ايه الطحينه الجميله دي يعني دي مصدر تاني خالص مش طحينه يعني كويس كده ليه بقى كلها تلوث ده ما دورتش في السيرتيفيكت هو في الحاله دي ايه في الحاله دي بيبقى كارير لايه للسالمونيلا والايه والايكولاي والتيوبركلوزس وزياده مش هتاخد بالك لان انت ايه لان انت ما انتش بتتابع اهم حاجه انا جعان انا خدت جنب طب شوف السيرتيفيكت لا مش هينفع طيب ها ده عمال بقى ده سيمتوماتيك عمال يرتعش اهو وحاطط له بتاع قرب التلج على دماغه ده عنده المايكرو اورجانيزم وهو عارف ان هو عيان وبيسلمش على زميله عشان هو ايه عشان هو عيان فبالتالي بتبقى الدنيا فاكرين ساعه الكورونا كارير بيرسون كلنا هايصين في قلب بعض عشان كده منعوا وعملوا ايه وعملوا جابت وعملوا ما تطلعش الساعه 2 وبعد كده الساعه 5 اما الحمل هو كان بيعمل ده ليه عشان يقلل الحمل الايه الميكروبي عشان يقلل الميكروبيال تنشن اللي موجوده في قلب الايه في قلب المناطق اللي موجوده طيب الكلاسيفيكيشن اوف كارير يا اما اسيمتوماتيك يا اما انكيوبيتوري اسيمتوماتيك يعني ايه مظهر رئوي طب انكيوبيتوري ده موجود في قلب الانكيوبيشن بيريود فابتدت درجه الحراره ترفع او ابتدى هو يحس ان هو ايه ان هو تعبان وبعد كده الكونفاليسنت اللي هو ايه خف وموجود في مرحله الايه النقاهه وبعد كده كورونا كارير امراض كورونا كتيره اهمها التيوبركلوزس طيب في امراض ثانيه كرونيك زي الاتش اي في كويس كده زي المونكيز بوكس نتيجه للعادات السيئه وانتشار الشواذ عبر العالم خلاص كده والجيش الاسرائيلي يطلع يتصور واثنين رجاله يتجوزوا بعض على الدبابات ويقول لك احنا اكثر جيش اخلاقيه في العالم انتوا ليه انتوا اكثر جيش لا اخلاقي في العالم خلاص كده هتلر ما يجيش جنبهم حاجه ابدا بس كده وبعد كده هم يشتكوا من الهولوكوست والعنصريه وهم اكثر عنصريه من العنصريين نفسهم اسيمتوماتيك اور باسيف او هيلسي كارير كل دول موجودين على الجسر بتاع لندن ده لما تطلع لندن لازم هتروح الجسر ده وتشوفه بس كده هتلاقي ناس كتيره موجوده قولوا ايه مش عارف ربنا يوعدك ربنا يوعدك عادي خالص بعد ما تطلع وتعيش معاه وتعيش بره سنتين ثلاثة بتكتشف ان المجتمعات دي وهي على فكرة هي بتوفر لك حاجة واحدة عشان انا عشت الكلام ده في امريكا وانا باخد دكتوراه فانا عارف خلاص كده المجتمعات دي وهي من الداخل اما تيجي تبص تلاقيك انت قاعد قدام السي ان ان ويقول لك ان نسبة البريجننت في ميلز وهم في الاعدادية 40% من المجتمع الامريكي You will be choked خلاص كده اما يسمحوا بزواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة انهي دين بيسمح بكده حتى الدين المسيحي ما بيسمحش بكده لما الدين المسيحي في 10 في حد من ولاد المسيحيين موجودين هنا في 10 فوربيدن لا تسرق لا تزني لا تشرب الخمر لا تقتل لا تشهد الزور حد يكمل الخمسه الباقيين يا شباب حد يكمل الخمسه الباقيين في حد مفيش حد مسيحيين موجودين لا كلهم طيب كمل حبيبي في خمسه تانية دول اللي انا حافظهم قوي يعني لا تكذب لا تسرق ها صح كده تمام كده طيب الفورنيكيشن اللي هو ايه فورنيكيشن باللغه الانجليزيه اللي هو الوات كويس كده ده فوربيدن ولا مش فوربيدن
فوربيدن. اما يطلع البابا فرانسيس النهارده بتاع الكاثوليك ويبارك الفورنيكيشن في مصر، لا البابا بتاع مصر ارثوذكس لا قال ان ده محرم، ده مانع زياره القدس عشان لسه اسرائيل محتله، عشان لسه اسرائيل محتله فلسطين، مانع زياره القدس. لكن لما يطلع بابا فرانسيس تعرف ان هو مش ايه الحاجات دي، مش صح، مش هو ده الدين اللي ربنا نزله. فنتيجه لكده يحصل ايه؟ يحصل مونكي بوكس، يحصل اتش اي في، فيبتدي يبقى في عندنا الايه سنة. دخل كالستيك لحمة زيادة. فتخانق مع والدته كده كذا مرة. قال له 18 سنة ده. لا 18 سنة بيحكي لنا يعني. لازم يشتغل. انت عندك كم سنة ولسه هلا بيصرفوا عليك. ولما تاكل لو ما كلتش. يا ابني كل. انت ما كلتش. وتلاقي والدتك كنت انت برة. راح تشيلها لك حتة كده. خد عشان تذاكر. حصل. حصل. هو لا 18 سنة بيتخانق ان هو بياكل زيادة. هتاكل زيادة، انا بجيب استك على كل واحد في الاسبوع. هتاكل زيادة صرف على نفسك. ففي الاخر عمل ايه؟ امه اتخانقت معاك فطلقها. طيب ابسط حاجة، الطلاق مباح في الدين المسيحي؟ لا. جاهز جدا زي الفل. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة لا دينية. انت عايش حياة مدنية كده مع نفسك. فما تقوليش ان انت بتدافع عن الدين المسيحي. لا. وبيهمك. وبعدين الراجل ده راح عمل ايه بقى؟ راح مسافر تايلاند متجوز واحده تايلانديه بثلاث عيال وجابه معاه امريكا. فما تفكرش ان من بره كويس. هو مجتمع مجتمعات تطيح ليك العيشه برفاهيه، تطلع تلاقي اكل وشرب ولبس وعربيه وشوارع نظيفه كل حاجه. لكن لما تدخل بقى جوه المجتمع، طب انت كده هتعرف تعيش كويس؟ الجزء السوشيال والايه والريليجيوس اللي احنا كلنا اتربينا عليه كمسلمين ومسيحيين ما هوش موجود. فتاخد بقى الايه للانكيوبيتوري هنا فاكرين ساعه الكورونا بياخد ايه؟ بياخد نيزه سواب. ليه بقى؟ عشان ده انكيوبيتوري انا مش عارف هو عنده ولا لا، فباخد العينه. وعشان يسافر لازم اخد العينه ويطلع قبلها 24 ساعه قبل ما يسمح لي بالايه؟ بالسفر. تمام كده. طيب وبعد كده الكونفاليسنت ده خف وبقى كويس، لكن هو شايل الايه؟ شايل المرض. طيب الكرونيك ده الشكل بتاع الايه؟ بتاع التيوبركيلوزس في قلب اللمه. نيجي بقى للانيمال، شغلتنا احنا بقى. الانيمال في عندنا اسيمتوماتيك تريتمنت، كل دول اسيمتوماتيك. طب انت حاطط لي اسد ليه؟ ما انت بتشتغل في حاجه. طب وهتدرسوا معانا؟ بس تدرسوا فين؟ دبلوم ماجستير دكتوراه بتاخد معانا الوايلد انيمال. خلاص كده فيترينيري وانفكشس وكل حاجه. تمام كده؟ طيب دول اسيمتوماتيك. ده حاله ايه؟ دي لا نقدر نفرقها كتير. انت تدخل بقى عشان تشوف البقره دي بتقع، هتدخل على المحاضره بتاعتي بتاع الديفرنشال دايجنوزس اوف نيرفس مانيفيستيشن. بس كده هتلاقي عندك سبع حالات بتفرق لك اكتر من 20 مرض نيرفس يسبب ده. ابسطهم ماكر ديزيز، طب ابسطهم 3 دي 6 3 دي 6 3 دي 6 هي واقفه بالبيئه القدمانيه ولا القرنيه؟ واقفه بالبيئه الايه؟ القدمانيه اهي. واللي هو ورانيها هي الايه؟ بتقع. حتى اللمبه في حاله السيدني سيكنس شايفين منطقه الايه؟ اللمبر اريا هنا، ده بيحصل دي مايلينيشن للايه؟ للسباينال كورد، فالحقيقه ما بيقدرش يقف فبيقعد. طيب ولو دي ماد كاو ديزيز تنفع؟ خلاص كده؟ ماشي؟ طيب بقى ايه اللي هيفرق؟ ده هيفرق سياق بالهيستوري بالباثوجينيز بتاعها.
السيمبتوماتيك انيمال ده ما فيش فيه مشكله لان صاحبه عارف فبيعزله عن بقيه الايه؟ عن بقيه القطيع. الكاريير بقى عارفين الجمال جايبها ليه؟ عشان الماس، عشان الماس 2012 2014 2016 اي حد راح عمل عمره من المصريين في الوقت ده وعبر العالم وحد جاله ريسبيراتوري مانيفيستيشن وجاله دايجستيف فور مانيفيستيشن ولما اتفحصت الكلام ده لقوه عباره عن ايه؟ عباره عن الميرس فايروس. خلاص كده؟ الميرس ايه؟ الميرس فايروس الاثنين عن طريق ايه؟ عن طريق الكاريير. ماشي الكاريير ده انيمال ويز ان ابارنت انفكشن ماشي كويس خالص اهو لكن هو شايل ايه؟ شايل بلاوي جواه. ماشي يبقى سيمبتوماتيك وبعد كده الكاريير وبعد كده في عندنا الايه؟ الكاريز اسيمبتوماتيك وانفيوبيتوري وكونفاليسنت وكرونيك وايه؟ شوف كل مجموعه البقر اللي موجوده دي ده منظر من قلب مزرعه دي كده هيلثي مش هيجينك خالص. انا البقره في الصحه درستكم انها تاخد قد ايه؟ بتاخد 175 سم جوه المكان وايه؟ طب والعجل بياخد 75 سم؟ 75 سم جوه المكان. طب والبارد؟ طب والهيوميديتي؟ طب وهم كلهم ايه؟ فيس تو فيس اهو. بعد كده الاسيمبتوماتيك او الباسيف هيلث كارير ذوز نيفر اكسبيرينس سيمتوم ديسبايت بينج انفكتد زي ايه؟ كوايت انفلونزا النهارده ما فيش ثاني يوم شارب ابرابتلي ابييرنس ذا ساينس اوف ذا ديزيز شارب ابرابتلي يعني ايه؟ شارب وفجأة ظهر الايه؟ ظهر المرض بتاع الاكوان انفلونزا زي الايه الافريكان هور سيكنس عادي خالص مفيش فيه اي مشكله كرونيك وابتدى يعمل فروثي ديسشارج من مناخيره ووقع ميت. اجي افتح الاقي ايه؟ الاقي بول 10 لتر جوه من سيرو سانجيوناس فلويد موجوده في منطقه الايه؟ منطقه الصدر والبطن عادي. او البي في دي حيوان عادي جدا عايش ام بتولد وبعدين لما ولدت المره دي كان طبيعي المره اللي بعدها راحت جايب اوف سبرينج عنده ايه بقى؟ ها كونجنيتال انوماليز. الكونجنيتال انوماليز دي ممكن تكون نتيجه للجينيتك ممكن تكون نتيجه لايه؟ للبي في دي. كويس كده. طب عنده كونتينوس دايريا برده ممكن تكون نتيجه للايه؟ للبي في دي. الانكيوباتوري كاريا دي مزرعه بتاع حيوانات بتتعلف ومزرعه بتاع حيوانات بتجيب اوف سبرينجز لازم اعمل لها الايه؟ التيوبركيلوزس. لازم اعمل لها التيوبركلين تيست. لازم اعمل التيوبركلين تيست. طب مين اللي هيدرسك التيوبركلين تيست؟ واعمله ازاي؟ واخد قرايته ازاي؟ هتلاقيها معانا في الامراض المعديه. لو دخلت على القناه برضو هتلاقي مجموعه من زمايلك واحنا واقفين في السكشن. الدكتوره سميه اتكرمت راحت الطب البيطري وجابت لنا السرنجه اللي انت هتشتغل عليها بعدين. وحققنا قدامكم بس ما حققناش تي بي حققنا بس قول معايا ميه معقمه اللي هي بتاع عارفين بتاع الحقن خلاص كده ديستنت وايه و اوتوكلافت ووتر عشان تتعلم الحق. هتلاقي التيوبر كليب شرحه بالكامل لان ده شغله من شغلانات. طب الكونفاليسنت كارير ده حاله من حالات المصايتس خفت وبعد كده هو بيعمل كده عشان يجمع الايه؟ العينه ويشوفها بعدين الدنيا فيها ايه؟ يبقى انكيوبيتوري وبعد كده كونفاليسنت كارير وبعد كده في عندنا الكرونيك كارير. شايفين كل ده عباره عن ايه؟ انا هيجينيك ستيبل. لو انا حطيت فيه حيوانات مع بعضها وواحد بس عنده تي بي تمام بلاش. بعد ما بنقضي على التي بي جوه المزرعه فجاه نلاقي حيوان ظهر لان انت عملت تيوبركلين تيست لمين؟ للحيوانات. لكن لازم في نفس الوقت تعمل تيوبركلين تيست لكل اللي شغالين في المزرعه من اول الدكتور لغايه العامل لان هو ممكن يكون قاعد في البرد وسيادتك ما انتش موفر له دبليو بي وهو اتزنق جوه العنبر هيعمل ايه؟ يروح تحت العنبر يعمل ايه؟ طيب وهو يكون عنده تيوبركلوزس في منطقه الايه؟ اليورينري تراكت يروح ناقل لك المزرعه تاني. لما اجي اعمل تي بي لازم اعملها الايه؟ الكل. يبقى الكونفاليسنت وبعديها الايه؟ الكرونيك وبعد كده ايه تاني؟
الزونوتيك كارير ده ايه؟ ريمز ريم الطاقة infectious disease transmitted under natural condition حالة طبيعية خالص from vertebrate animal to human زي الايه؟ الريبس كويس كده؟ الريبس ايه اللي بيعني في الريبس؟ ايه اللي بيعني في الريبس؟ السلايفا لما تعمل ايه؟ كونتاكت طب كونتاكت عادي ولا لازم بايتنج؟ لازم عشان تعمل ايه؟ تغرس السلايفا في قلب الايه؟ طب الريبس فيروس بيتكاثر على ايه؟ على النيرف كويس يبقى الريبس لما يجي في ايه؟ في شيب لما يجي في كتل يتعالج؟ ما يتعالجش يبقى لازم احاول يحصل له ايه؟ توتال كونتامينيشن طب اعراض الريبس في الكلب غير القطه غير البقره غير الكمل غير البني ادم طب في الكلب هنلاقي اثنين تايب البيوريوس تايب ده الكومن لكن في الدورمنت راح يستخبى ورا اي حاجه من الضلمه طب القطط موستلي الدورمنت عشان كده البنات تخاف اللي بتربي قطط هتلاقي القطه دي لو حصل لها ريبز وانت ما اديتوش الايه الفاكسينيشن بتاعه تلاقيه مستخبي لك في الدولاب فوق تلاقيه مستخبي لك في المطبخ واول حته هيهاجمك فيها فين بوش كويس كده طيب كل ما الحاجه قربت من البرين اللي يحصل يبقى مور دينجرس يبقى انا عبال ما اخد الفاكسين هكون قصبت لكن الكلب هيعض فين في رجلين طب الكاو بقى بتقف بعيد تبتدي تعمل موينج كده الصوت بتاعها تتكلم وما تاكلش وتبقى عاوزه تعمل اتاكينج لاي حد صاحبها بيربطها ساعتك لما تيجي تكشف تعمل ايه لازم تبقى لابس جلوفز عشان الصلايبه لو جت على ايدك هي هتعضك صحيح بس مش ايه مش هتعورك لكن هي ممكن تعورك نتيجه للنطح نتيجه للرفس نتيجه للكلام ده فالصلايبه تنزل على الكلام طيب والكامل زي الايه زي الكتل طب هتعرف تفرق ده ازاي لما تيجي تاخد الريبس معانا لو دخلت برده على الشانل هتلاقي الريبس في كل انواع الحيوانات ومشروح بالتفصيل مين هيقول لك ده الريبس ده انت مش خدته في الفيرولوجي طب بقيه الاعراض وامتى وازاي وفين نعمل كنترول كل ده امراض خلاص بس على الريبس عندنا البروسيلوزس كويس لو حد بيشتغل في مزرعه بتاع ابقار وحصل فيها ايه وحصل فيها بروسيلوزس طيب ايه بقى افضل حاجه تصيب البني ادم البروسيلا ايه البروسيلا سيوس تيجي بس مش عندنا احنا ما عندناش خنازير كتير عندك البروسيلا ايه بوفس وبوفس يجي صاحب خروف ولا حاجه ويقول لك تعرف تعمل لي كاستريشن؟ تعرف تعمل كاستريشن؟ تقول له ايوه تروح واخد الخروف او الجدي نيمه وعمل كاستريشن يا ده كان عنده ابسس سيادتك كده لبست سيادتك كده شرفتنا ليه؟ الابسس ده كان نتيجه لايه؟ للبروسيلا ها؟ بروسيلا ايه؟ بوفس وعامله ابسس وسيادتك فتحت وما انتش لابس جوانتي حاطط لك خد كونتاكت دايركت كونتاكت ليه؟ حط ايدك كده على ايدك حط ايدك ماشي ايدك على جلدك ماشي ايدك على جلدك في ايه؟ في شعر طب الشعر ده كل فتحه من الفتحات دي دخلت لك مايكرو اورجانيزم بعد نص ساعه بقى 3600 واضرب في متواليه عدديه فحضرتك بعد 48 ساعه هتلاقيك فيفرش وبتتنفض وجسمك بيتكسر وكده انت خدت بروسيلا فور ايفر لان هتعيش فين؟ لانها ليتنت انفكشن هتعيش في السكرين وهتعيش في البون مارو وكل ما تصوم زياده كل ما تاخد انفلونزا كل ما تسافر وتتعب يحصل لك ايه؟ بروسيلوزس ايه تاني؟ تيوبركلوزس الايه؟ التيوبركلوزس التيوبركلوزس وورك ان بنقول ان work and closed farm is more dangerous than work in a in closed hospital عارفين مستشفى الصدر اللي جنبنا؟ مستشفى الصدر لو انت اشتغلت دكتور في مستشفى الصدر اسهل عليك خالص من ان انت تشتغل دكتور فين؟ في closed farm يعني ايه المزرعه كانت شبه كلوز ليه بقى؟ عشان الاعراض اللي هتظهر عليك الاعراض اللي هتظهر عليك هنا ايه؟ هتبقى مختلفه عن الاعراض اللي بتظهر في حالات الايه؟ في
حالات التوبركلوز هيومن. طيب هيبقى الزومبي ديزيز احنا اتكلمنا على ايه؟ على البروسولوزس واتكلمنا على الريبس واتكلمنا على التوبركلوزس وبعد كده عندنا السارس. السارس نتيجه لان الصينيين بياكلوا اي حاجه فبينقلوا بياكلوا قطط لا بياكلوا خفافيش. طيب الايبولا موجوده في منطقه اوغندا منطقه غرب افريقيا النيجر ونيجيريا واوغندا المنطقه دي ابرست ولا مستقره؟ ابرست. كل يوم انقلاب كل يوم عصابات تضرب في بعضها عشان فرنسا والدول الاوروبيه تاخد ايه؟ تاخد الماس والكلام ده من هناك. طب والاتش اي في او الايدز بيتنقل او المونكي بوكس اتفقنا نتيجه لايه؟ طب والوست نايل انسفاليتس لو انت بتشتغل في مزارع وموجوده المزارع دي مثلا في ايه؟ في منطقه موبوءه بالفيروس الوست نايل فيروس ففي الحاله دي هيحصل ايه بقى؟ سيادتك هتاخد الايه؟ هتاخد الانفكشن. الكبسول ده في مشكله ماشي كده؟ طب ايه تاني؟ ها؟ الريبس توليريميا نتيجه للسمك وانتوا بتنضفوا السمك في البيت على البر دخلت شوكه ايدها بالورمت قالت لك الراجل والعيال وكله والكلام يا سيدي ده انا لسه جاي مش عارف قد ايه ماليش دعوه على اي ورد تشوف لحالك بس كده تقعد بقى تزن الدكتور الليل ماشي كده؟ بعد كده التراكينيلا والبلي الانثراكس والايه؟ بروسيلوزس. الانثراكس ده بالمناسبه ده رائع جدا امريكا واوروبا بيفكروا ان هم بالاسلحه البيولوجيه والصواريخ البالستيه ومش عارف مين ممكن يدمروا العالم ممكن واحد مجنون يعبر ياخد الحدود من ما بين تكساس والمكسيك يعدي من المكسيك لتكساس وهو شايل في جيبه بس نص كيلو انثراكس يدخل ينشره في امريكا قتل من 200 ل 300000 فلو هما ما بطلوش هيطلع لهم واحد مجنون يعمل كده ودلوقتي الراجل المجنون اللي ايه بيمسك متروليوز وينزل المترو في فرنسا ويضرب الناس عشان حرب فلسطين طب انت يا عم عاوز تضرب تجي فين؟ حرب هناك لان دول سيفيليانز بس كده؟ طب هو مش في برضه واحد مجنون ممكن يعمل اللي انا بقول عليه ده؟ بالانثراكس الحاجات موجوده كلها فين؟ في المعامل السواين السواين فلو او السواين انفلونزا موجوده فين؟ كانت موجوده في المعامل طلعوها ليه؟ عشان شركات الادويه تشتغل. طب الكورونا ده مصنع مين ضرب مين؟ امريكا ضربت الصين ومندوب الصين في 20 فبراير قال امريكا الجيش الامريكي عمل ايه؟ الصين لمت نفسها وراحت ضربه مين؟ امريكا. طب الترانسبورتيشن ده عمل ايه؟ عوض بقيه العالم استخدام الاسلحه البيولوجيه دي حاجه مش كويسه. بعد كده الانفيرومنت ريزرفوار اتفقنا في عندنا السويل وفي عندنا البلانت وفي عندنا الايه؟ الوتر. كل ده حاجه من الحاجات اللي بتنقل ايه؟ اللي بتنقل الديزيزز. نمسك واحد واحد كده الهيستوبلازموزس والانثراكس والانترنال بارازايت كل ده جاي منين؟ من السويل ماشي؟ وانت سيادتك تروح عند حنفي تلوث واخجام ربطه البقدونس من الايه؟ من الشوال وقطعها وحطها لك وانت عمال تحش وبيجي لك هيستوبلازما بيجي لك انترنال بارازايت وبعد كده لايف عند مالتي لايف فين؟ في السويل. طيب وبعدين الاسكرياسيس حضرتك كدكتور بيطري لما تيجي تدخل معايا المزرعه اقول لك لو سمحت بكره احنا داخلين المزرعه لازم ساعتك معاك جلافز ولازم قصص ضوافر طول ما انت دكتور بيطري لازم يبقى قصص ضوافر ليه؟ اقل حاجه حسست على حيوان نقلت اسكارس بضوافرك دي ساعتك قعدت عملت ودن القطه في طبق الملوخيه اللي في البيت نقلت الكل اللي موجودين معاك ايه؟ اسكارياس جاي منين؟ جاي من الصويل البلان تنقل بروسيلوز تنقل تيوبركيلوزس تنو ايكولاي نتيجه لايه؟ نتيجه للسكريشن والاكسكريشن بتاع الانفكتد انيمال عليهم لايف ترانسميتد باي ايه؟ بلانت مش ده الباسين؟ اتفقنا الالور الوفر عمل ايه الصبح؟ بعد كده الوضع ينقل ايه؟ ينقل الليبتوسبايروسس كل المناطق اللي فيها ستاجنانت واتر كل مناطق اللي فيها ايه؟ استجنت واتر وانا ما عملتلهاش فيزز ما صورتهاش الايه اللي بتسباير. طيب الفود انيمال يتنقل من الايه؟ الهواء لكن ممكن عن طريق الميه لو انا ما غسلتش الجردل مكان حيوان عنده فود انيمال وحطيته قدام حيوان تاني البي بي ار او البيست دي بي تي
بيسموه مرض الثقاوة ليه؟ عشان في الغيط وانت ماشي كويس على راس الغيط تلاقيه حاطط زير ورابط الزير بكوباية وحاطط جنبه حجر كده وفي ايه؟ وفي بول مية تانية عشان لو البني ادم عطشان يشرب ولو حيوان عطشان ايه؟ يشرب. طب لو حمار بقى عنده بلندر بلندرز وشرب، حصان عنده بلندرز وشرب ومشي، عارفين الميكرو اورجانيزم يعيش هنا قد ايه؟ شهر، يعيش شهر ادابتابيلتي في الميه الشهر، يجي حيوان تاني ايه؟ يشرب. عشان كده سموه مرض الايه؟ السقاوة. عشان كده كانت مصر زمان بتقاومه انها تمشي تكسر الديار والايه والكلام ده في الغضار، يقول لك لا انت عامله كصدقه، لكن هو مش صدقه، انت عاوز تعملها يبقى تعملها من حاجه ايه؟ ميه جاريه مش ميه ايه؟ استنى واضح ماشي كده؟ طيب ده على سبيل بس المثال الايه؟ الحصر. طيب البوردر اوف اكزيت الحصانه دي بتعمل ايه؟ كح ده الهاكم، ده الشكل بتاع الاكواين انفلونزا، ده الشكل بتاع الايه؟ الاكواين انفلونزا. الباث باي باثوجين ليفز اتس بوز، ازاي المايكرو اورجانيزم ده بيخرج؟ البروسيلوزس او البروسيلا مايكرو اورجانيزم بيطلع عن طريق all secretions and excretions of the host. طيب كويس طبعا all secretions and excretions tuberculosis all secretions. طيب والستريديا اللي عامل ايه؟ الصويا واللي على طريق ايه؟ تجيب لسيتي بول فيه هنا علاقه للبوست مش علاقه. طيب تيوبركلوزس تو ذا سايت ويتش باثوجين اسلوكيت تيوبركلوزس ده جاد في اللونج تعمل ايه؟ ريسبيراتوري مانيفيستيشن. طب جاد في البرين تعمل مينينجايتس خلاص كده. طب جاد في السكين تعمل ديرماتايتس وتعمل ايه؟ وتعمل ايليفيشن. لو جاد في الليمف نود تعمل مينينجايتس. يبقى على حسب وجود المايكرو اورجانيزم في السايت هو اللي ايه؟ هو اللي هيعمل زي الايه بقى؟ موجوده كل دي اسامي امراض هتاخدوها معانا. انفلونزا فيروسز، مايكروبكتيريوم تيوبركلوزس، بروسيلا اورجانيزم، فود اند ماوث، شيستوميازيس كويس كده، فيكال اورال راوت بتاع الايه؟ بتاع الانترنال باراسايتس. احنا بنحط بعض ايه؟ بعض الامثله للكلام اللي انتوا هتاخدوه معانا. طيب المود اوف ترانسميشن بقى انا جايب ايه؟ ايه الخلفيه عندنا؟ عاصفه. عاصفه ليه؟ الفود اند ماوث اتنقل من شمال فرنسا لجنوب انجلترا عن طريق بحر المانش، المسافه بينهم 120 كيلو. عن طريق ايه؟ العواصف في الحته دي. عن طريق ايه؟ عن طريق الهواء. كويس كده؟ طيب يبقى عن طريق الهواء ده مود اوف ايه؟ اوف ترانسميشن. يبقى لما نتكلم على مود اوف ترانسميشن اللي هو الانفكشس باثوجين ترانسميت فروم ناتشرال ريزرفوار، من الريزرفوار اللي احنا اتكلمنا عليه الى الايه؟ الى الهوست. الترانسميشن بيحصل يا دايركت يا ايه؟ دايركت. ان انا عندي رينج ويرم في ايدي كويس كده، جيت حطيت ايدي على زميلك ده وعملت ايدي كده اتنقلت، يبقى ده الايه؟ الدايركت. الاندايركت ان هو يبقى عنده ملاريا، احنا بنتكلم هيومن اهو، تيجي ناموسه تقرصه تاخد بلاد ميل تقف عليا تديني الملاريا، ابقى انا هنا ايه؟ ده الاندايركت. يبقى الاندايركت محتاجه ايه؟ محتاجه وسيط. لكن الدايركت مش محتاجه ايه؟ وسيط. الدايركت ده الانفكشن ترانسفير خلاص كده بدايركت كونتاكت والدروبلت سبريدنج، الاثنين الفولز دول بيعملوا ايه؟ بيشموا بعض بيلعبوا. طب لو واحد فيهم عنده انفكشن هيعمل ايه؟ يبقى ده ايه؟ دايركت. يبقى ثرو سكن ليكينج بايتس سيكسوال انتركورس ترانس بلاسينتا كويس كده، في الصويا يحصل فيجيتيشن، البي بي دي الريبز عن طريق السرايبا، المينج عن طريق كونتاكت، الكوليباسيلوزس عن طريق الواتر او عن طريق الكونتامينيتد فود، والكوليستريديوزس عن طريق الايه؟ الصويا. كل ده احنا تناولناه داخليا واحنا بنشرح، بننظره في الخطوط في ايه؟ في البوينتس. طيب الدروبلت سبريدنج ريفرز تو سبراي ريلاتيفلي لارج شورت رينج ريسول. الكوين انفلونزا ينقل 25 متر، 41 متر، 61 متر، اوكي مفيش مشكله. طب فوت اند ماوس 150 كيلو، ده بالدروبلت ايه؟ بالدروبلت
انفكشن، فما تفكرش ان هي ايه انها حاجه سهله. طيب المنظر ده ما بتشوفوش على العربيات بتاعتنا، انا جايب لك منظر من الطبيعه بس كده. ده اللي بيحصل اللي هو الاندايركت واي اوف ترانسميشن. في ايه هنا على العربيه؟ في ايه وهو ناقل ايه؟ عجلين ثلاثه مع بعض، خد الدايركت وخد الاندايركت عن طريق الايه؟ عن طريق الهي اللي موجود، وعن طريق الايه؟ وعن طريق ال التكس، وعن طريق الموسكيتوز. في مثل جميل خالص في الايه في الارياف بيقول لك اللي بيبيع العجل ما بينقيش الجراد بتاعه. في حد سمع المثل ده؟ اللي بيبيع العجل ما ينقيش ايه؟ جراده. انا بعت العجل انقي جراده؟ بساله بابا وماما وجده في البيت هيقولوا لكم ليه بقى. هو العجل عليه ايه؟ قراد. طب اتنقل مع عجل تاني ما عليهوش، هيقول له ايه؟ طب القراد ده فيه ايه؟ بابيزيوزس او استريوزس او انابلازموزس. عارفين البابيزيا تتنقل كام جين؟ انت بتبص في الموبايل بتتنقل ايه؟ السسبندد بارت. فاكرين الصبح اتفقنا على السورز اللي بتعمل سبايدر ترايكوزس؟ فاكرين الرينج ورم اللي احنا اتكلمنا عليها اهو؟ ده نتيجه للويند ونتيجه لايه؟ ونتيجه للفلاي. الكلام ده هنا ماشي. طيب بعدين عشان الدكتور مرتضى واقف بره، ها سسبندد بارتكل ده فوت اند ماوس عن طريق اير برضه، هنا عن طريق ايه؟ ان انيميت اوبجكت. ادي سبوروترايكوزس، هنا خد الاستريوزس حصل ايه؟ اللسان مدلدل بره اهو. الاستريا دي نتيجه لايه؟ هو هنا وهو بينقل حصان اتخبط، كان مقول هنا حصان عنده ايزوتيك لنفانجايتس، فجابت له الايزوتيك لنفانجايتس زي الايه التاني. دي ايه بقى؟ شايفين الورده دي؟ عماله تعمل ايه؟ بتاخد عشان اديني ايه ده؟ دي فيهيكل. دي بتاخد فيهيكل. طيب شوف الناموسه بتعمل ازاي؟ دي كده وهي بتقرصك عشان تفتكر الشكل ده. هي بتنقل الملاريا، بتنقل ايه؟ بتنقل البابيزيا، بتنقل الفيليريا. عندنا البوردر اوف انتري المداخل، ودي اتشرحت في النص. وبعد كده عندنا الايه؟ الهوست كلهم. طيب ايه اللي بيأثر على الهوست؟ الجيناتيك تايب بتاعته. واتفقنا الجيناتيك تايب ده بيبقى ايه؟ الاميونيتي بتاع الايه؟ بتاع شايفين هنا ده المايكرو اورجانيزم بتاع الانفلونزا. ده الكبير ده عباره عن ايه؟ ها؟ ايه بقى البروجكشنز اللي موجوده في قلب الايه؟ في قلب الفيروس. طيب الحاجات الصغيره الشعيرات دي عباره عن ريسبتور اللي بيجي ايه؟ يمسك عليها، تيجي الفاكسين احطه فيعمل ضبه ومفتاح. يجي بعد كده المايكرو اورجانيزم يمسك، هيلاقي مش هيلاقي، طب ما يدخلش بالايه؟ بالريسبتور بتاعه. وبعد كده عندنا نون سبيسيفيك فاكتور، دي عباره عن السيليا بتاع مين؟ اللي موجوده في قلب الايه؟ التريكيا. طيب اتفقنا ان ده ومبول من المايكرو اورجانيزم عمالين نتنفس، لو السيليا دي ما اتحركش كويس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل سيتل داون، وهيحصل انه يحصل يدخل جوه الايه؟ جوه السيل. طيب فاكتورز اللي بتاثر بقى مال نيوتريشن في البني ادمين الكوليس ديزيز امبير نون سبيسيفيك اميونيتي زي البي بي دي، او ان انا ادي كل شويه لكن ده الاكزامبل بتاع الانفكشن ديزيز. شايفين بقى هنا ادي الايه الدرج بتاع المايكرو اورجانيزم. هتلاقي عندك بقى فوت اند ماوس ديزيز، عندك النشر بوست اللي هو الايه الفيك، عندك الترانسميشن او المودريت اللي هو الايه الترانسميشن او البوست اللي هو الشيب، عندك الاند بوست اللي هو الايه الكاتل ديزيز. طب عندنا هنا الميرس الناتشرال هوست اللي هو الايه؟ الخفاش البات، وبعد كده الترانسميشن مودريت وسيفير للكاملز اللي هي موجوده دي، والسبيل اوفر هوست اللي هم الايه؟ الكامل والناس الايه؟ رعاه الغنم دول، فيجيبهم الميرس. وده شكل المايكرو اورجانيزم بتاع الايه؟ بتاع الميرس. طيب المايكرو بكتيريوم تيوبركلوزس الناتشرال هوست هيبقى البني ادمين والايه؟ والحيوانات. الترانسميشن بني ادمين وحيوانات، والسبيل اوفر الاند هوست بني ادمين وحيوانات. وادي شكل المايكرو بكتيريوم وهو جوه الايه؟ وهو جوه البلد. انفكشوس ديزيز بروسيس اتكونت خلاص اهي، تمام كده احنا خلصنا الايه؟